السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقياكم من جديد أخواتي، مرحبا بكم في قناة زينب المغرب. اليوم إن شاء الله غادي نحضر واحد التورتة راقية بالشريحة والشكلاط، كتجي لذيذة بزاف. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. لا تنساوش إلا كنتو جداد تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد كل يوم. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. بالنسبة لهاد التورتة، أول حاجة غادي نبداو بالعجين. العجين غادي نحتاجو ليه على بركة الله عندي بيضة كاملة وصفر بيضة، عندي 125 غرام ديال الزبدة بحرارة الغرفة، 125 غرام ديال السكر الناعم أو السكر غلاسي، قبيصة ديال الملحة، عندي هنايا معلقة ديال الزيت النباتية. غادي نحتاج واحد نص كيس من خميرة الحلويات، واحد 4 غرام تقريبا. غادي نحتاج هنا كيس من السكر فاني، وغادي نحتاج ما بين 250 حتى 300 غرام ديال الدقيق الأبيض اللي تيكون مغربل. هادو هما المكونات ديال العجين. ندوزو على بركة الله لطريقة التحضير. هنا أول حاجة كنديروها كيف ما كتعرفوا ديما أن الخدمة ديال الصابلي ضروري ما تنديرو الزبدة مع السكر مزيان حتى كنخدموه مزيان. غادي نضيف لك معلقة ديال الزيت، ديك قبيصة ديال الملحة. غادي نخدم بسم الله هاد المكونات مزيان حتى كتولي على شكل بوماد. عاد غادي نضيف داك البيضة وصفر بيضة. ضروري ما تكون الزبدة بحرارة الغرفة باش تسهل عليكم العملية. تعرفوا دابا الحال بارد، يعني السيدة تخليها على جنب الزبدة اللي غتخدم بها، وماشي ضروري يعني الزبدة هنا تستعملوا اي زبدة متوفرة عندكم. هنا غادي نضيف اخواتي كيس من السكر فاني، ثم غادي نضيف بيضة وصفر بيضة. هنا من بعد ما خدمنا مزيان الزبدة مع السكر، ضفنا كيس من السكر فاني، ضفنا بيضة كاملة وضفنا صفر بيضة. غادي نخدمهم مزيان بسم الله. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما ضفنا البيض، دابا غادي نضيفو على بركة الله الدقيق. ديما كتعرفو أن العجينة ديال الصابلي ما كتدلكش، يعني كندخلو الدقيق فقط بالأطراف ديال الأصابع ديالنا بهذه الطريقة. غادي تهز لينا ما بين 250 غرام حتى 300 غرام ديال الطحين، لان كتعرفوا الطحين فيه انواع، وديما ملي كنبغيو نخدموا بحال هاد الحلويات يستحسن ناخذوا الدقيق يكون ديال البكيه، يكون خاص بالحلويات. هنا من بعد ما دخلنا الدقيق في العجين ديالنا، قلنا غادي تاخذ لينا 250 حتى 300 غرام ديال الطحين، يعني كيبقى طحين حسب يعني حسب النوعيه ديالو. غادي نضيف نصف كيس من خميره الحلويات تقريبا واحد 4 غرام. غادي ندخلها بحال هكا في الحلو في العجين ديالي عفوا. هنا من بعد ما دخلنا الدقيق كيف ما كتلاحظوا معايا اخواتي، ضفت نصف كيس من خميره الحلويات وتندخلها بهذه الطريقه. العجينة ديال الصابلي باش كنعرفوها، يعني لاباط صابلي عموما ملي كندخلو فيها الصبع ديالنا خاصو تيخرج ناشف، ما يخرجش يعني من الدي. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي، من بعد ما ضفنا الخميرة تاع الحلوة للعجين ديالنا، لاباط صابلي باش نعرفوها راها بركة عليها من الطحين، ملي كندخلو فيها صبعنا تيخرج ناشف صافي، يعني بلا ما نضيفو ليها مزال الدقيق الابيض. غادي نغطيها، غادي نديرها في واحد الفيلم اليمونتيغ اولا بلاستيك غذائي، وغادي نخليها ترتاح تقريبا واحد على الاقل يعني واحد ساعة حتى ساعة ولا ساعتين ديما كانا، وندوزو ان شاء الله باش نخدموها. بالنسبة للحشوة ديال هاد الطرطة، غادي نحتاجو لها على بركة الله 250 غرام ديال الشريحة اللي تناخدوها كنغسلوها كنقطروها. انا قسمتها على جوج، الا كانت كبيرة بزاف قسموها على 4. عندي 100 غرام ديال اللوز بودرة، 200 غرام ديال السكر سنيدة. غادي نحتاج هاد 200 غرام غادي نقسموها على جوج، غادي تتبعوا معايا الطريقة كيفاش غادي نحضروا هاد الكريمة. غادي نحتاجو 75 غرام ديال الزبدة، غادي نحتاجو 125 غرام ديال الشوكولا غيش، أنا استعملت هنا إكبيل فيه 55% كاكاو. عندي جوج حبات ديال البيض كاملين، وعندي 3 ديال صفر البيض. وغادي نحتاج كذلك 200 غرام ديال الماء، ومعلقة صغيرة ديال النشا، وهنايا هاد الكاس ديال العنبة كناخدو واحد الكاسونس كنغليوه في الكاسرونة مزيان،
وكنضيفوا عليه اللي غيهزوا صباعنا بجوج ديال اتاي، حبوب ديال اتاي. اون فوا كيغلى هذاك الماء كنطفيو عليه، كنصفيو وكناخذوا منه كاس ديال العنبه، يعني 150 مللتر ديال المغلى ديال الاتاي مع الماء. هادو هما المكونات اللي عندنا. غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نحضروا هاد الحشوه بالتدريج. هنا كالمرحله الاولى كناخذ واحد الكاسرونه كندير فيها 100 غرام ديال السكر مع 200 غرام ديال الماء، وغادي نديرهم من فوق النار. بمجرد ما كيبدا يذوب هاد السكر غادي نضيف عليه الشريحه ديالي. بالنسبه للشريحه كنضيفوها كيف ما قلنا ملي كيبدا يذوب لينا السكر. مني كنضيف الشريحه كنضيف عليها هاد الكوب ديال اتاي اللي غليناه مع الماء، وكنخليها حتى وكان كتعسل بحال الا غادي نعسلو اي فاكهه جافه، مشماش، برقوق، الى غير ذلك. كنخليوها حتى وكان كتنشف تماما من هاد الماء اللي غادي نضيفو ليها. هنا كيف قلنا كنخليو ديك الشريحه كتعسل مزيان في هذاك الماء اللي درنا ليه هذاك السيرو، داك الكاس ديال الماء اللي فيه اتاي، حتى وكان كتشرب تماما داك الماء اللي درنا ليها، حتى كتوقف تماما، يعني ما كيبقاش فيها الماء نهائيا. كمرحله ثانيه كناخذوا هذيك 75 غرام ديال الزبده، تنضيفوا لها 125 غرام ديال الشوكولا غيش، وكندوبوهم على حمام مائي. هنا كما كتلاحظوا معايا من بعد ما كيرتاح العجين كنطلقوه بين جوج بلاستيكات وكنلبسوه للقالب. هنا كما كتلاحظوا معايا كناخذوا دوك جوج حبات بيضات كاملين، كنضيفوا ليهم دوك ثلاثه الاصفر ديال البيض مع 100 غرام ديال سنيده، وتنخلطوا هاد المكونات مزيان. بسم الله. دابا غادي نضيفوا 100 غرام ديال اللوز، غير مسحتو يعني وطحنتو بالقشور ديالو. هنا كما كتلاحظوا معايا من بعد ما طربنا البيض مزيان مع السكر ضفت 100 غرام ديال اللوز اللي خديته مسحتو وطحنتو بالقشور ديالو مع معلقه ديال النشا. هما غادي نضيف دابا كما كتلاحظوا المعلقه ديال النشا. غادي نخلط هاد المكونات وغادي نضيف عليها الشكلاط اللي ذوبت مع الزبده. دابا غادي نضيفوا الشكلاط اللي ذوبنا مع الزبده، 75 غرام ديال الزبده مع 125 غرام ديال الشكلاط. الشكلاط من نوع جيد، يعني تكون فيه واحد النسبه معقوله ديال الكاكاو. هنا كما كتلاحظوا معايا الطرطه من بعد ما لبسناها للقالب كيف ما كتلاحظوا وضعت فيها ثقوب بالفرشات، يعني كنحاول نتكوها، ودخلتها شويه المجمد. انا دخلتها شويه المجمد بما صايبت الكريمه. دابا غادي ندوزو على بركه الله. انا ما كنطيبهاش نص طيبه. غادي ناخذ بياض البيض اللي شاط ليا من داك السفر اللي عزلت قبيله على حساب الكريمه، وغادي ندهن به هاد القاعده ديال التورته اللي عندي هكا باش كنتفاداو ان مني طيب التورته ديالنا تجينا فاسقه، لان الاغلبيه ديال الاخوات كيقولوا لك اودي راه ملي كنصايبوا لي كيش اولا كنصايبوا هكا التورته حلوين، القاعده كتبقى لينا كتجينا رطبه بزاف. بالنسبه للتورته اللي كتكون بارده، عفوا التورته اللي كتكون حلوه تنديروا ليها بياض البيض، وبالنسبه للي كيش او التورته اللي كتكون مالحه تنديروا ليها الفرماج حمر، هكا باش كتفاداو ان الطرطه القاعده ديال الطرطه ديالكم تجيكم هذا تجيكم منديه اولا يعني رطبه بزاف. لاحظوا معايا هنايا هذه الشريحه اللي عسلنا راها شربات تماما من الماء. غادي نوضعها هي الاولى. بسم الله نحاول نوزعها، خليوها تو كان دفا ما تكون سخونه. هادي نوزعها غير بيديا لأنها كتلصق. ممكن ديروهم طرطات صغار، يعني نتوما ليكم الإختيار. هنا كيما كتلاحظو من بعد ما وزعنا الشريحة اللي عسلنا تنفرغ الخليط ديال الكريمة اللي عندي بشكل متساوي على الطرطة. هنا كيما كتلاحظو معايا من بعد ما فرغنا الخليط ديال الكريمة فوق من الشريحة تنديرو انصاف ديال القرقاع هكا، مسألة اختيارية. هادو القرقاع ماشي شي حاجة اللي ضرورية، تبقى اختيارية.
غادي ندخل على الفران اللي مسخن من قبل على 200 درجه. ملي كندخلوها كنقص حتى 160 وكنخليوها طيب على خاطرها باش كتعرفوها طابت. ملي كتقيسوا كطيب من التحت هي الاول حتى كيتحم يبان لكم هاد الجناب شويه تنتقوا وتحمروا. من بعد كتقيسوها كتلقاوها بالله راها يعني بحال الشكل ديال الكيك. ملي كتقيسوا الكريمه كتلقاوها واقفه. يمكن لكم تدخلوا واحد الكيك دون فيها الا خرجناها شوف عرفوا باللي راه الطورطه ديالكم طابت. الطورطه ديالنا اخواتي كما كتلاحظوا معايا من بعد ما خرجناها من الفران باش نعرفوا انها طابت قلنا كنا ندخلوا فيها واحد الكيك دون. الا خرجت ناشفه صافي راه داك هو القياس ديالها لان هاد الكريمه هادي خاصها طيب. ملي تنخرجوها تندهنوها بشويه ديال الناباج وتنقدموها بالصحه والراحه راها كتجي لذيذه ولذيذه بزاف. هنا كما كتلاحظوا قطعت لكم واحد الطريف باش تشوفوا الطورطه كيف كتجي من الداخل. كتجي معلكه ورائعه. انتم لاحظوا معايا كاين الطبقه ديال الشريحه لداخل اللي عسلنا والطبقه ديال الكريمه اللي صايبنا راها كتجي فنه هاد الطورطه يعني شي حاجه طوب. ان شاء الله تجربوا عندنا الاعجابكم. الى عجبتكم بحال ديما ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. لكم من اجمل تحيه الى حلقه مقبله بحول الله.